إنه أكيم بيتروفيتش زوبيكوف، الذي كان يعرف الجنرال أنه رجل كبير القيمة، شديد الطاعة كثير الصمت. فسرعان ما نهض الجنرال مبتسما ومد إلى أكيم بيتروفيتش لا إصبعين من أصابع يده فحسب، بل مد إليه يده كلها. فشد أكيم على يد رئيسه بيديه المعروقتين كلتيهما، وكان وجهه المحلوق حلاقة ناعمة يعبر عن أعمق الاحترام. لقد أنقذ كل شيء، لقد انتصر الجنرال، ها هو ذا يتنفس الآن بحرية. إن ظهور أكيم الذي أرسلته العناية الإلهية يحمل الخلاص والنجاة. إن وجود رئيس المكتب الصغير هذا يمكن أن يكون كافيا كفاية تامة من حيث هو جمهور يستمع إلى القصة الفكاهية. أما باسل دونيموف الذي أصبح منذ الآن في المنزلة الثانية أو الثالثة، ففي وسعه أن يحافظ على وضعه الغبي كل الغباء، الأبله كل البلاهة. حتى إن هذا الوضع يمكن أن يعد نوعا من التنظيم والتبجيل، ولكن القصة أمر لابد منه ولا غنى عنه مدخلا إلى الموضوع. لقد كان إيفان إليتش يرى ذلك في حب الاستطلاع الذي كان يظهره جمهور المستمعين الذي تضخم بانضمام عدد غفير إليه، يتألف من الخادمات وغير الخادمات من أهل الدار الذين احتشدوا على الأبواب ينتظرون شيئا ما. إن العقبة الوحيدة التي تحول دون حسن سير الأمور إنما هي الآن هذا الوضع المسرف في الخضوع الذي يصطنعه الموظف العجوز، إذ يصر على أن يبقى واقفا. قال له إيفان إليتش وهو يشير إلى مكان قربه، هيا اجلس، ماذا تنتظر؟ عفوك أنا هنا بخير. ولم يلبث أكيم بيتروفيتش أن أسرع يجلس على كرسي مده إليه باسل دونيموف. بدأ إيفان بيتروفيتش يقول وهو يخاطب أكيم بيتروفيتش وحده، اسمع هذه القصة الخارقة التي حصلت لي منذ قليل. كان صوته لا يزال يرتجف رغم أنه قد هدأ بعض الهدوء واطمأن بعض الاطمئنان. إنه يمط ألفاظه ويفصل بعضها عن بعض ويؤكد المقاطع ويلفظ الألف مائلة. كان الجنرال على شعوره بأنه يمثل تمثيلا لا يفلح في الوصول إلى السيطرة على نفسه. إن قوة خارجية كانت تحول بينه وبين ذلك وتجعله يتألم ألما لا نهاية له. قال، تصور أنني آت من عند ستيفان نيكفورفيتش الذي لا شك أنك سمعت عنه، إنه مستشار الدولة المعروف. انحنى أكيم بيتروفيتش باحترام عظيم منثنيا نصفين، كأنه يريد أن يقول هل يمكن لأحد ألا يعرفه؟ وتابع إيفان إليتش كلامه مخاطبا باسل دونيموف من باب الكياسة قائلا، هو الآن جارك. ولكنه سرعان ما رأى في عيني مرؤوسه أن هذا الخبر لم يثر في نفسه شيئا، بل تركه باردا كل البرود. فاتجه الجنرال إلى رئيس المكتب من جديد قائلا له، لقد ظل العجوز طوال حياته كما تعلم يحلم في أن يكون له منزل يملكه، وها هو ذا قد اشترى المنزل، وهو في الحق منزل جميل جدا، وقد اتفق أيضا أن جاء موعد الشراء هذا في يوم عيد ميلاده الذي كان قد حرص قبل ذلك زمنا طويلا على أن يخفيه، ربما عن بخل منه، ولكنه الآن قد بلغ من فرط سعادته بأن يرى نفسه مالكا. إنه دعانا إلى منزله أنا وسيمون إيفانوفيتش، أغلب الظن أنك تعرف شيبولنكو. عاد أكيم بيتروفيتش ينحني بحماسة محمودة من شأنها أن تسر إيفان إليتش وأن تبهج قلبه. وكان إيفان إليتش قد أحس من قبل أن مرؤوسه يريد أن يصطنع مظهر خطورة الشأن وعلو المنزلة باعتبار نفسه معينا لصاحب السعادة لا غنى له عنه. وأردف الجنرال يقول، وقد سقانا شامبانيا وتحدثنا كثيرا في شؤون الأعمال طبعا، حتى لقد تناقشنا بعض الشيء. رفع أكيم بيتروفيتش حاجبيه باحترام مصطنعا الدهشة،
وتابع الجنرال كلامه فقال: لكن الأمر ليس هنا، لقد استأذنت بالانصراف، فأنت لا تجهل طبعا أن العجوز يأوي إلى فراشه في ساعة مبكرة، إن للسن أحكامها وضروراتها كما تعلم. وخرجت فإذا بي لا أرى صاحبي تريفون في انتظاري، وسألت عنه وقلقت متسائلا عن عربتي أين ذهبت، فعلمت أسباب غياب تريفون. لقد ذهب هذا الحودي إلى حفلة زفاف أخت له أو قريبة، لست أدري، وكان يحسب في أغلب الظن أنني سأمكث عند صاحبي مدة أطول. الخلاصة، لقد ذهب به الشيطان، به وبالعربة على السواء. هتف آكيم بيتروفيتش الذي كان يبدو عليه الهول والروع مما أباحه الحوذي لنفسه من حرية، هتف بقول: رباه! وسارت في الجمهور همهمة دهشة، ونظر الجنرال مرة أخرى إلى بيسل دونيموف فرأى وجهه جامدا لا يعبر عن معنى، حتى لكأنه لا يكترث أي اكتراث لقصة المصائب التي نزلت برئيسه. حدث الجنرال نفسه قائلا: لا شك أنه امرؤ لا قلب له ولا شفقة فيه. عاد الجنرال ينظر إلى الضيوف ويخاطبهم قائلا: فانظروا إلى الظرف الذي صرت إليه، لم يبق لي في الأمر حيلة، أصبح لابد لي من الانصراف سيرا على القدمين. خطر ببالي أن أمضي ماشيا حتى الشارع الكبير، عسى أن أجد هنالك عربة من العربات الحقيرة تقلني إلى منزلي. كذلك فعل أكيم بيتروفيتش يرافقه في قهقهته باحترام وتبجيل، وهزت الجمهور همهمة جديدة، ولكنها في هذه المرة أقرب إلى الفرح وأدنى إلى المرح. وفي تلك اللحظة فرقعت زجاجة أحد المصابيح، فسرعان ما هرع أحدهم يعيد ترتيب الأمور، وأفاق بيسل دونيموف فجأة من خدره فنظر إلى المصباح مروعا، ولكن الجنرال لم يلحظ شيئا وعاد كل شيء إلى الهدوء. استأنف الجنرال حكايته فقال: مشيت في الليل، والسرى في الليل جميل كما تعلمون، فإذا أنا أسمع في هدأته أصوات موسيقى، فسألت شرطيا فقال لي إنه بيسل دونيموف يتزوج. توقف الجنرال عن الكلام، ثم اتجه يخاطب في هذه المرة بيسل دونيموف قائلا: هه يا أخ، إنك تقيم احتفالات تسمع أصواتها في بيترسبورجسكايا ستورونا كلها. وقهقه أكيم بيتروفيتش بعده. فكان من شأن ضجة هذه الضحكات أن أيقظت الضيوف، فأطلقوا من حناجرهم أصواتا مهذبة تنم عن الاحترام. ومع ذلك فإن بطل الحفلة بيسل دونيموف المسكين الذي كان ينحني في كل لحظة لم يفلح في أن يبتسم ابتسامة واحدة. أهو إذن من خشب؟ حدث إيفان إليتش نفسه قائلا: على إنه لا أبله معتوه، إن الحمار نفسه كان يمكن أن يضحك لو سمع قصة كهذه القصة. ألا ليته يريد فحسب، إذن لجرى كل شيء سمنا وعسلا. ونفد صبر الجنرال وضاق صدره، وتابع كلامه يقول: قلت لنفسي فلأدخل على مرؤوسي آمل ألا يطردني، ليكونن مضطرا إلى استقبال الضيف سواء أسره ذلك أم ساءه. معذرة يا أخ، قل لي هل أزعجتك؟ فإنما أنا جئت لا لشيء غير أن أرى ما يجري عندكم. لقد اتجه الجنرال بذلك السؤال إلى بيسل دونيموف، فلما لم يجب بهذا بشيء انبرأ أكيم بيتروفيتش الذي كان يتأمل الجنرال برقة عظيمة ولطف كبير فقال: كيف يمكن أن يخطر ببال صاحب السعادة أنه يزعجنا؟ وتحرك الضيوف فظهرت عليهم أولى علامات الارتياح وزوال الكلفة، وجلست جميع السيدات تقريبا. هذه إشارة طيبة وبشرى ممتازة، حتى إن جريئات منهن أخرجن مناديلهن وأخذن يهوين بها وجوههن، وهذه إحداهن ترتدي ثوبا من مخمل مهترئ بعض الشيء،
تبيح لنفسها فوق ذلك أن تقول بعض الكلام بصوت مسموع، وقد أراد الضابط الذي خاطبته أن يجيبها بصوت أعلى من صوتها أيضا، ولكنهما أدركا من الصمت الشامل الذي استقبل به حديثهما أنهما وحدهما يتكلمان، فسرعان ما لاذا بالصمت. وكان الرجال، وهو عدد من صغار الموظفين ومن الطلاب، يتبادلون النظرات اختلاسا، ويلكز بعضهم بعضا بكوعه ويتحركون هنا وهناك في كل اتجاه، حتى إذا انقضى الخوف وذهبت الخشية أخذ الضيوف ينظرون إلى الدخيل بشيء من عداوة. وحاول الضابط الذي أدرك الآن ما أظهره من نقص الشجاعة منذ قليل أن يصلح الأمر، فأخذ يقترب شيئا فشيئا من المائدة التي تجاور الكنبة. قال إيفان إليتش مخاطبا بسلدونيموف: هل لي أيها الأخ أن أسألك عن اسمك واسم أبيك؟ فما أسرع ما انتصب بسلدونيموف واقفا وقال فيما يشبه العواء: بروفير بيتروفيتش يا صاحب السعادة. هل قدمتني إلى عروسك الشابة يا بروفير بيتروفيتش؟ قدني إليها. وهم الجنرال بالوقوف، ولكن بسلدونيموف كان قد أخذ يجري في الصالون جريا سريعا. إن العروس الشابة التي ظلت طوال مدة المناقشة واقفة قرب الكنبة أسرعت تختفي منذ أدركت أن الحديث قد دار الآن حولها، ولكن احتياطها هذا لم يجدها نفعا، فما هي إلا دقيقة واحدة حتى كان بسلدونيموف عائدا نحو الجنرال يجر إليه عروسه من يدها. تنحى الجمهور ليفسح لهما مجال المرور، ونهض إيفان إليتش عن مقعده محتفلا أشد الاحتفال، ورسم على شفتيه ابتسامة لطيفة ودودا، وقال وهو يحييها تحية مؤدبة: إنني لا يسعدني أكبر السعادة أن تتاح لي معرفتك، ولا سيما في يوم كهذا اليوم. قال ذلك وانمطت شفته بحركة صغيرة ماكرة تبعث على التفكير، فرفعت السيدات رؤوسهن مزدهيات في لطف وظرف. وقالت السيدة التي ترتدي ثوبا من المخمل: رائع، إن العروس الشابة تستحق بسلدونيموف. هي فتاة في نحو 17 من عمرها، قصيرة القامة، هزيلة الجسم، لها وجه نحيل شاحب، كانت عيناها الصغيرتان المتحركتان تحدقان إلى الجنرال بلا تحرج، بل وتتفرسان فيه بشيء من خبث وشر. كان عنقها النحيل الذي يخرج من ثوب من قماش المسلين الأبيض المبطن ببطانة وردية اللون، وكأنما كتفاها المستدقان وذراعاها الهزيلان المعروقان، كان ذلك يجعلها أشبه بدجاجة منتوفة الريش. لم تعرف الفتاة بماذا ترد على ملاطفة الجنرال، وأردف الجنرال يقول للعريس السعيد: إنها لطيفة غاية اللطف، ظريفة منتهى الظرف. وكان الجنرال يتكلم بصوت عال بغية أن تسمع المرأة الشابة كلامه. لم يجب بسلدونيموف، بل إنه في هذه المرة لم يرد حتى بتحية. أكثر من ذلك، لقد لاحظ السيد برالنسكي في عيني بسلدونيموف شيئا من محاولة الإخفاء وشعور البرودة وعاطفة العداوة، ومع ذلك كان لابد له أن يفلح في إيقاظ الثقة مهما كلف الأمر. ألم تكن هذه هي الغاية الوحيدة التي جاء من أجلها إلى هذا المكان؟ وقال الجنرال يحدث نفسه: يا لهما من زوجين، نهايته. عاد السيد برالنسكي يكلم العروس الشابة التي جلست قربه على الكنبة، ولكن أجوبتها اقتصرت على كلمتي نعم ولا، ترددهما بمناسبة وبغير مناسبة، خابطة خبط عشواء. قال لنفسه مثبط الهمة خائب الأمل: لو أظهرت شيئا من الخجل والاضطراب على الأقل، إذن لحاولت أن أمازحها وأن أضحكها، أما الآن فإنني في وضع حرج وفي مأزق لا مخرج منه. والحق أن وضع الجنرال كان حرجا، ذلك أن أكيم بيتروفيتش كان قد صمت، فهو لا ينبس بكلمة،
فكان صمته هذا زيادة في البلاء، ولا إن لم يقصد هذا الصمت عامدا فإن ذلك لا يطفف ذنبه. فلما أصبح الجنرال في ذروة الحسرة واللوعة على هذا النحو، ولما أصبح لا يدري ماذا يفعل ولا ماذا يقول، اتجه إلى الحفل كله يسأله: أيها السادة، أصحيح أنني لا أزعجكم البتة؟ وخيل إليه في هذه اللحظة أن راحتي يديه قد تبللتا عرقا. أجاب الضابط يقول: أبدا يا صاحب السعادة، أبدا، لا تقلق، فإنما نحن نستريح قليلا بانتظار أن نستأنف ما كنا فيه. وسرت في الحفل دمدمة استحسان تؤيد أقوال الضابط الذي كانت العروس تتأمله بلذة وسعادة، إنه لا يزال في ريعان الشباب مرتديا بزته العسكرية. تنفس الجنرال ونظر إلى بيسيل دونيموف الذي كان لا يزال على مقربة منه وقد استطال أنفه مزيدا من الاستطالة. إنه واقف وقوف الخادم الذي يحمل بيده فراء الزائر منتظرا انتهاء حديث الوداع ليساعده في ارتدائه. إن هذا التشبيه قد فرض نفسه على إيفان إليتش الذي أصبح يرى أنه ضاع ضياعا تاما، وأصبح لا يستطيع التحرر من الإحساس بحرج ثقيل يجثم على صدره. كان يشعر بأن الأرض تنسحب من تحت قدميه، وأنه يغوص يأسا في ذلك المستنقع الذي رمى نفسه فيه دون تبصر بالعواقب، وأنه وقد أحاطت به الظلمات من كل صوب لن يستطيع أن يخرج من هذا المأزق قط. لم يلاحظ الجنرال وهو غارق في هذا العناد الأخرس والعنة الثقيل أن الضيوف يتنحون الآن فاسحين المجال لمرور امرأة قصيرة بدينة مسنة. هي امرأة يدل مظهرها على شيء من العناية بهندامها رغم بساطة ملابسها. إنها تعقد حول عنقها منديلا من حرير، وتلف شعرها الأشيب بخمار من تخريم جميل. كان واضحا أنها لم تألف أن تزين رأسها به، وهي تحمل بيدها خوانا مستديرا عليه زجاجة شامبانيا تشبه أن تكون ممتلئة، وإلى جانب الزجاجة قدحان. أقول قدحين لأن الشامبانيا كان مقصورا على المرموقين من الضيوف. اقتربت السيدة من الجنرال وقالت له وهي تنحني انحناء شديدا: لا تكن مسرفا في التشدد يا صاحب السعادة، لقد شاءت شهامتك أن تشرف ابني بحضور عرسه، فتفضل على العروسين بأن تشرب نخب صحتهما. هذا لوح نجاة حقا، فما أسرع ما تشبث به إيفان إليتش مستميتا. ليست السيدة طاعنة في السن كثيرا، هي في 45 من عمرها، أو هي في 46 على أكثر تقدير، وإن لها وجها فيه كثير من الطيبة والصراحة، هو وجه مستدير، وجه روسي. إنها تبتسم ابتسامة تزخر بصفاء السريرة ونبل القلب، وقد ألقت تحيتها على نحو بلغ من البساطة أن إيفان إليتش ارتدت إليه طمأنينته وعاد إليه أمله وأخذ يشعر بالراحة من جديد. قال وهو ينهض: لا شك لا شك أنك أم، وهذا ابنك، أليس كذلك؟ تمتم بيسيل دونيموف يقول وهو يمط رقبته التي لا نهاية لطولها: نعم يا صاحب السعادة. قال الجنرال: سعيد جدا بمعرفتك يا سيدتي. هلما يا صاحب السعادة، تفضل فشرفنا بشرب كأس. بسرور عظيم. وضع الخوان على مائدة جيء بها إلى أمام الكنبة، وهرع بيسيل دونيموف متوثبا يصب الشامبانيا. تناول إيفان إليتش كأسا وهو لا يزال واقفا وتهيأ لإلقاء خطاب قصير: أنا سعيد جدا، سعيد سعادة عظمى، يسعدني كثيرا أن أبرهن هنا، أقصد لما كنت بوصفي رئيسا، أتمنى لك يا سيدتي. هنا اتجه الجنرال بالكلام إلى العروس: ولك أنت يا صديقي بوفير
وهنا أمال رأسه نحو الزوج. أتمنى لكما حياة مديدة سعيدة مديدة. قال السيد برالنسكي ذلك وأفرغ في جوفه كأس الخمر جياش العاطفة، وكانت هي الكأس السابعة في خلال تلك السهرة، وقد بث الخمر شيئا من مرح في مزاجه المكتئب. ولكن الجنرال ما إن رأى وجه باسل دونويموف الكالح مرة أخرى حتى تهدمت حالته النفسية، وشعر بسيل دافق من الكره لهذا المخلوق الشاحب الوجه البائس الطبع. وألقى الجنرال نظرة على الضابط فقال يحدث نفسه: وذلك المتفكك المتخلع الذي يبقى هناك، أليس في وسعه أن يصبح مرحا فإذا بكل شيء يجري على ما يرام؟ واتجهت الأم العجوز في هذه المرة إلى الرئيس المكتئب فقالت له: وأنت أيضا يا أكيم بيتروفيتش، هل لا تفضلت فتناولت كأسا؟ أنت الرئيس وابن المرؤوس، فلتكلأه برعايتك دائما، إن أما هي التي تسألك ذلك. لا تنسنا في المستقبل يا عزيز الطيب أكيم بيتروفيتش أيها الإنسان الحساس الكريم. قال إيفان إليتش بينه وبين نفسه: ما أحسن هؤلاء النساء الروسيات، لقد بثت هذه المرأة روحا ونشاطا في الحفل كله، لطالما أحببت الشعب. بهذه الكلمات ختم إيفان إليتش قوله وقد فاضت نفسه حنانا، وفي تلك اللحظة جاء إلى المائدة بخوان جديد، جاءت به بنية صغيرة ترتدي تنورة فضفاضة مشدودة بأسلاك مصنوعة من قماش الكريتون لم تغسل بعد، فلها حين تسير البنية حفيف مسموع. كانت البنية الخادمة تجد غير قليل من العناء في الإمساك بالخوان، هو خوان كبير ثقيل يحمل عددا لا نهاية له من أطباق صغيرة مملوءة تفاحا وعصائد وجوزا وما إلى ذلك. كانت هذه الحلاوة الموقوفة على السيدات قد أبقيت حتى ذلك الحين في الصالون الصغير، فكان وصول الجنرال عندئذ هو السبب في نقلها من هناك. لا تزدري حلوان الوضيعة يا صاحب السعادة، فالمرء كما يقال لا يقدم إلا ما يقدر عليه. وكانت السيدة العجوز لا تكف عن الانحناء وهي تدعوه إلى أن يذوق حلواها بتلك الطريقة المهذبة الرقيقة. كيف لا؟ يسرني جدا يا سيدتي. كذلك أجاب إيفان إليتش وهو يتناول جوزة ثم يحاول أن يكسرها بين أصابعه آملا أن تجلب له هذه البادرة البسيطة مودة الناس وأن تحضهم على حبه. وفجأة أطلقت العروس ضحكة صغيرة. ماذا حدث؟ كذلك سأل إيفان إليتش مبتسما وقد أفرحته هذه الظاهرة التي تدل على أن الحياة قد عادت تدب في الحفل. أجابت الفتاة وهي تخفض رأسها: إن إيفان كاستين كينيتش هو الذي يضحكني. والواقع أن الجنرال قد لاحظ منذ هنيهة شابا باهت الشقرة غير دميم الوجه، كان مختفيا وراء الكنبة يهمس في أذن العروس بكلام ما. سدى صمت ونهض الفتى خجلان وجلا ودمدم يقول محتذرا: كنت أكلمها عن مفتاح الأحلام. فسأله إيفان إليتش متلاطفا متواضعا: أي مفتاح للأحلام تعني؟ هو كتاب ظهر منذ وقت قريب يا صاحب السعادة عنوانه مفتاح الأحلام، ولقد كنت أقول للسيدة إن رؤية السيد بانايف في المنام معناه أن قهوة ستندلق في جيب ردائه. فما لبث إيفان إليتش أن عبس وجهه من جديد وقال لنفسه مستغربا: هذه سذاجة. أما الشاب فقد كان يبدو رغم احمرار وجهه سعيدا إلى أقصى حدود السعادة من أنه استطاع أن يقول ذلك الكلام عن السيد بانايف. قال صاحب السعادة وهو يخفي احتكار مزاجه: نعم نعم فهمت. وقال صوت قريب جدا من الجنرال: لا،
بل هنالك ما هو خير من ذلك. يطبع الآن معجم جديد سيسهم في تأليفه السيد كرايفسكي بمقالات عن ألف راكي وآخرين. نطق بهذه العبارة الأخيرة شاب لم يكن غير متحرج فحسب، بل كان كذلك منطلقا على سجيته في يسر وسهولة. إنه يلبس رداء رسميا وصدرة بيضاء، ويمسك قبعته بيد ذات قفاز. وكان الشاب لا يرقص وينظر إلى الناس من عل، لأنه يزعم أنه محرر في الجريدة الهجائية جولوفيشكا. إنه هو أيضا ضيف مرموق دعي إلى الحفلة بصفته صديقا قديما من أصدقاء بسلدونيموف، قضى معه أياما حالكة في غرف مؤثثة تديرها سيدة ألمانية. ولكن لئن كان زاهدا بالرقص فقد كان لا يكره أن يشرب، فهو من أجل ذلك يغيب من حين إلى حين في غرفة مجاورة وضعت فيها الفودكا شرابا للرجال، وهي غرفة كان الرجال جميعا يعرفون الطريق إليها ولا يضلون. لم يستلطف الجنرال صاحبنا الشاب هذا، وتدخل الفتى الباهت الشقرة الذي تكلم منذ قليل عن الأحلام، والذي ألقى عليه الصحفي بسبب ذلك نظرة مبغضة كارهة، فقال من جديد: وأغرب ما في الأمر أن السيد كرايفسكي يجهل قواعد الإملاء وأن... ولكن المسكين لم يتم عبارته، لأنه أدرك أن الجنرال كان يعلم هذا كله منذ زمن طويل. رأى ذلك في نظرة الجنرال الذي احمر وجهه غضبا، لأنه تصور أنه يعد امرأ جاهلا تروى له أمور يعلمها الناس كافة. اضطرب الفتى أشد الاضطراب، وخجل أشد الخجل، وأسرع يختفي، ثم لم تنبسط غضون جبينه، ولم تهلل أسارير وجهه لحظة بعد ذلك طوال السهرة. لم يكن كذلك حال محرر جريدة جلوفشكا، فإنه ازداد اقترابا من الجنرال، وهم غير مرة أن يجلس إلى جانب صاحب السعادة، الذي كان واضحا أن عدم التحرج هذا يسوءه ويزعجه. ومن أجل أن يخفي الجنرال استياءه، عزم أمره على أن يقول شيئا ما. قل لي يا بروفير، لماذا تسمى بسلدونيموف لا بسودونيموف؟ لطالما أردت أن أسألك عن هذا الأمر. تمتم المسكين يقول: لا يمكنني أن أجيب إجابة صحيحة دقيقة يا صاحب السعادة. ورأى آكيم بيتروفيتش أن من الخير أن يتدخل، فقال شارحا: لا شك أن هذا خطأ ارتكب يوم سجل أبوه نفسه للخدمة العسكرية، فإذا بصاحبنا بوفير بيتروفيتش يضطر إلى تحمل نتائج ذلك إلى الآن. ذلك يحدث أحيانا يا صاحب السعادة. هتف الجنرال يقول بحرارة: جائز جائز، إن اسم بسودونيموف مشتق من الكلمة الأدبية بسودونيم، أما اسم بسلدونيموف فليس له معنى البتة. همس آكيم بيتروفيتش يقول: هذا سببه الغباء. أي غباء تعني؟ غباء الشعب الروسي يا صاحب السعادة. إن الغباء جعل هذا الشعب يبدل بعض الأحرف وينطق الألفاظ خطأ، فالروس يقولون مثلا نيفاليد بدلا من إنفاليد. آه نعم صحيح جدا، نعم نيفاليد. ودوى صوت الضابط الطويل فجأة يقول، بعد أن لبث مدة طويلة يتربص فرصة الظهور والتحيز: ويقولون أيضا ممرة. ممرة بدلا من نمرة يا صاحب السعادة. نعم هم يقولون ممرة بدلا من نمرة. نعم. هكذا اضطر إيفان إليتش أن يضحك مجاراة للضابط، فسر الضابط بذلك سرورا كبيرا، فمد يده إلى رباط عنقه يعدل عقدته. وتدخل محرر جريدة جلوفيشكا فقال: ويقولون أيضا. ولكن صاحب السعادة تظاهر أنه لا يسمع، لأنه كان لا يستطيع حقا أن يضحك مجاراة لهذا الضيف.
وألح المحرر على إتمام جملته نافذ الصبر فقال: يقولون نالجر بدلا من مالجر. فرشقه إيفان إليتش بنظرة قاسية، وهمس بيسل دونيموف يقول له: أما كفاك إزعاجا له؟ فقال المحرر غاضبا: ماذا؟ أصبح المرء لا يستطيع أن يتكلم؟ وصمت وقطب حاجبيه ومضى بخطى ثابتة يدخل الغرفة الصغيرة التي وضعت فيها منذ بداية الحفلة لاستعمال الراقصين مائدة مفروشة بغطاء ومزودة بنوعين من الفودكا وبأسماك الرنجة وبالكافيار وبنبيذ وطني. صب الصحفي لنفسه كأسا من النبيذ وقد امتلأ قلبه حنقا وغيظا، وفيما هو يفرغ الكأس إذا بطالب طب يظهر على حين فجأة مشعث الشعر. إنه أحسن راقص في حفلة بيسل دونيموف. أسرع الطالب يتناول إبريق الفودكا كأن ظمأ شديدا يحرق جوفه حرقا، وهتف يقول مسرعا: سنبدأ الرقص، تعال انظر، سأرقص منفردا رافعا ساقي في الهواء. وما إن شرب الكأس التي صبها حتى سكب كأسا أخرى. إنها رائعة كليوباترا سيميونوفنا هذه، في وسع المرء أن يجازف معها بكل شيء. إنه رجعي. كذلك أجاب الصحفي متجهم الوجه كالح الهيئة بعد أن بلع قدح الفودكا. من الرجعي الذي تعنيه؟ إنه ذلك الشخص الذي وضعوا أمامه العصائد والجوز، إنه رجعي، أنا أقول لك ذلك. وفي تلك اللحظة سمع الطالب إشارة بدء الرقص، فأسرع يخرج من الغرفة الصغيرة قائلا للصحفي: هيا بنا هيا بنا. لبث الصحفي وحده فصب لنفسه قدحا آخر من الفودكا. لقد قرر أن يستحث كل ما يملك من شجاعة وأن يوقظ في نفسه كل ما فيها من مشاعر الاستقلال. شرب الفودكا وازدرد بضع شرائح من الرنجة، فلو أبصره مستشار الدولة إيفان إليتش برالنسكي عندئذ لرأى أمامه عدوا لدودا رهيبا يختفي الآن في لباس شخصية محرر جريدة جلوفيشكا. وأسفاه، لم يخطر ببال المسكين إيفان إليتش شيء البتة، لا ولا دار في خلده لحظة أن حادثا ضخما آخر سيؤثر في العلاقات المتبادلة بينه وبين ضيوف السيد بيسل دونيموف بعد هنيهة.